لو الحكاية فيها إن فيجو. الأسرة والطفولة والتأهيل لو وجود أي حالات يتعاملوا معها والتسكين، كل دول مشتركين تسكين، فرق تطوع من البداية جديدة علشان تسكين الدواء وكل الحالات، كل خيمة فيها مشرف من المتطوعين بيساعد الحالات وعملية التسكين. بياخدها كل المريض هنا في الخيمة الأولانية. كويس. عندي حضرتك في الخيمة الثانية مكان الانتظار. فيجو.